أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم عبد المطلب؟ لا يجوز، الجمهور على أنه ما يجوز تعبيد الاسم لغير الله، ما يجوز مطلقا. أما عبد المطلب هذا اسم ماضي قبل الإسلام، عبد الرسول، عبد العزة، عبد الكعبة، عبد، هذا ماضي قبل الإسلام، وما سمي وانتهى يبقى على ما هو عليه. أما الحي غير اسمه، الرسول غير أسماء أناس كثيرين من الأحياء، أما الميت فيبقى اسمه كما هو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. هذا حكاية للماضي. أما إنشاء التسمية، إنشاء التسمية في الإسلام تعبيد المخلوقين لغير الله، هذا منهي عنه، محرم محرم، لا يجوز. وتعلمون ما جاء في حديث عبد الحارث وما جرى لآدم عليه السلام، فما يجوز تعبيد المخلوقين لغير الله عز وجل إلا ما كان موجودا من قبل. نعم.